يرغب العالم مع تفشي فيروس كورونا أن تكون قد تشكلت لدى المصابين أجسام مضادة تحفظ مستقبل البشرية من انتشار سريع للعدوى كما يحدث الآن. تقرير أخير لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية نبه إلى سلالة جديدة من الفيروس ظهرت في الدول الأوروبية شهر فبراير الماضي. هذه السلالة قد تجعل المتعافين وللأسف عرضة للإصابة مرة أخرى. لا يتوقف سيل التوقعات بشأن نهاية كورونا، الفيروس الذي حير العلماء بسرعة تطوره وانتشاره. وفي غياب لقاح فاعل للوباء، تتزايد المخاوف من أن يتحول الفيروس إلى سلالة جديدة تغزو الخلايا البشرية وتتحدى الباحثين لقدرتها على التخفي والتهرب من الجهاز المناعي. مخاوف أثبتتها دراسة مشتركة أمريكية بريطانية بقيادة مختبر لوس ألاموس الوطني في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية. تفيد الدراسة بأن السلالة الجديدة المتحولة من الفيروس التاجي بدأت الانتشار في أوروبا في أوائل فبراير وانتقلت بسرعة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتوصف بأنها أكثر عدوى من السلالة الأصلية التي ظهرت في ووهان الصينية. أطلق الباحثون اسم سبايك D614G على السلالة الجديدة وحذروا من أنها أخطر من سارس كوف 2. حسب الدراسة قد لا تهزم اللقاحات هذه السلالة، وإذا لم يتلاشى الفيروس مع ارتفاع درجة الحرارة فلن يوقفها شيء عن التحول إلى سلالات أكثر خطورة. استند العلماء في نتائجهم على تحليل أكثر من 6000 تسلسل جيني لعينات جمعت من مرضى من أنحاء العالم، ورصد فريق البحث 14 طفرة في جينوم الفيروس المكون من 30,000 زوج من الحمض النووي، وأوضحوا أن أحد تلك البروتينات يشكل مصدر قلق طارئ. وفق الدراسة تؤثر السلالة على بروتينات سبايك الموجودة خارج الفيروس، ما يدفع الباحثين إلى تصميم لقاحات أو أدوية مضادة لكورونا، إذ يوجد ما لا يقل عن 62 لقاحاً قيد التطوير، ومعظمها يركز على بروتينات سبايك. يقول القائمون على الدراسة إن تطور سلالة الفيروس مرتبط بحدوث طفرة ما، وهذا أمر يربك جهود العثور على لقاحات وأدوية فاعلة ضد السلالة المتحورة. إلى دكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، زميل السابق أيضا بهيئة سلامة الدواء الأمريكية، من عمان الدكتور ضرار حسن بلعاوي أستاذ العلاج الدوائي السريري بجامعة البتراء، هو أيضا مستشار في علاج الأمراض المعدية. دكتور أشرف أهلا بك مرة أخرى، كان لنا حديث مفيد قبل ذلك في الحرة الليلة عن فيروس كورونا، هذه المرة نتكلم عن سلالات متعددة عن الفيروس، ما هي معلوماتك؟ اهلا يا محمود بي، وطبعا سعيد وجودي مع حضراتكم. هو بالفعل يعني عائله الكورونا فيروس ليس غريبا عليها التحور او الطفرات الجينيه في 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 تكوينها الجزيئي، وحتى الان لا يستطيع ان يجزم احد عدد التحورات والطفرات التي تحدث، لأنه ده بيكون بناء على عينات الفيروس اللي بيتم عزلها من عينات المصابين. زي ما حضرتك عارف العالم كله النهاردة في ما يقرب من 3 مليون مصاب، وليس كل عينات هؤلاء المصابين تم سحبها وتحليلها، ولكن في ضوء العينات التي تم تحليلها للفيروس من عينات المصابين في مناطق متفرقة حول العالم، في جدل الآن عما إذا كان هناك سلالتين أم ثلاثة سلالات، وبطبيعة الحال قد يكون أحد منها أكثر شراسة من الآخر وأعراضه الكلينيكية مختلفة عن بعض. دعني أسمع صوت دكتور ضرار، تفضل دكتور. مرحبا يا سيدي ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الحقيقة أنه أنا أختلف تماماً مع تقريركم أو يعني من المصدر اللي أخذ منه تقريركم. الحقيقة أنه لا وجود يعني دليل علمي روبست قوي على أنه هذا الفيروس يتحور بطريقة مخيفة. يعني أنا بدي أخذ من نفس المعلومة اللي أنتم تفضلتوا فيها.
يعني احنا الفيروس وصل ل 3 مليون بني ادم وعندنا 13 طفره، ما هذه الطفرات التي تخيفنا كلها 13 طفره؟ انا بدي احكي عن دراسه جدا جميله خرجت من University of Cambridge قبل ايام، واستخدمت تقنيه جدا ممتازه اسمها الفايلوجينيتك نتورك اناليسيس، وهي التقنيه احنا بنستخدمها عشان نرصد تحرك الجماعات البشريه عبر القارات عشان نعرف عن حمضهم المنوي. وهم هذولا اخذوا العلماء في University of Cambridge اخذوا نفس التقنيه هاي الخوارزميه ودرسوا فيها جينومز للفيروس السارس كوفي 2 عبر الدول، اخذوا 160 نسخه. اللي وصلوا له انه احنا في عندنا 3 سنترال فيرينتس، يعني في عندنا سلالات 3 والثلاثه متشابهين جدا تكاد، يعني اختلافات، يعني مثلا البي منهم سموهم اي بي سي، البي يختلف عن الاي بطفرتين جينيتين. ولكن دكتور يعني اعذرني على المقاطعه، ما تقول كلام مفيد جدا. نحن نتحدث هنا عن سرعه الانتشار، عندما تقارن الارقام في الصين هي مختلفه عن الارقام في الولايات المتحده الامريكيه. الفرنسيين اكتشفوا ان لديهم حالات بفيروس كورونا حتى قبل ان يتفشى ويسجلوا الحاله الاولى، يعني الان هنالك حالات ما دون الحاله صفر، هنالك ربما حالات نجهلها، ولايه نيويورك كذلك. الا يبرر هذا بشكل او باخر حتى وان لم يكن مثبت علميا ان هنالك كانت سلاله بطيئه الانتشار والان هنالك سلاله سريعه الانتشار؟ سيدي هذا ما أتحدث عنه، أنا كنت برد على التقرير اللي بيقول إنه هي أكثر شراسة وأقل شراسة، لا دليل علمي. نعم هناك سلالات والسلالات متشابهة جدا، ولكن هذه السلالات ليس لها علاقة سببية مع شراسة الفيروس أو عدم شراسته، ما في دليل. نعم أنا أوافقك الرأي إنه نعم السلالة الجديدة، يعني مثلا بي لما خرجت هي عم بتصيب ناس جداد عليهم على مناعتهم ولذلك كان الانتشار سريع. بس أنا بدي أوضح نقطة كتير مهمة يا سيدي، الانتشار تاع سارس كوفي 2 هو سريع إن كان A أو B أو C، أي ثلاثة من هذول الثلاثة. وهناك أسباب جينية تتعلق بأنه هذا الفيروس ارتباطه بالأيس ريسبتر 10 إلى 20 ضعف أكثر من سارس اللي خرج بال 2002. هذين نقطتين مهمتين للغاية دكتور أشرف، أنه عندما نتحدث عن التحور سرعة الانتشار وكذلك الشراسة، وهذان أمران ملاحظان. يعني في الدول التي ضربت بشدة بفيروس كورونا كان عدد الوفيات أكبر، كان عدد الإصابات أكبر أيضا. لا شوف، هو يعني اللي قاله الضيف الكريم يعني هو تأكيد لكلامي في جزء منه، وهو أنه في حتى الآن 3 سلالات تم اكتشافهم حتى الآن، وقد يكون هناك سلالات أكبر، ولكن علاقة كل سلالة منهم بالأعراض الإكلينيكية كما ذكرت هو ما زال طور التأكيد والإنفستيجيشن والبحث والاستقصاء، وهذه العلاقة يعني قد تكون موجودة ولكن لا قد لا تكون سببية يعني. ولكن اللي عايز أقوله لحضرتك أنه انتشار مرض في إقليم ما أو في دولة ما مقارنة بانتشار أقل في مكان آخر قد يكون ليس بالضرورة له علاقة بشراسة الفيروس قد ما هو له علاقة بأمور أخرى تتعلق مثلا بأنه التحاليل اللي بتتعمل والمسح الميداني اللي بيتعمل للمرض بيكون بشكل أكثر كثافة، وبالتالي اكتشافك للحالات بيكون أعلى. التكوين الديموغرافي لأعمار الناس في دولة ما ونسبة مثلا كبار السن فيها أعلى زي إيطاليا ممكن تكون ده بيمثل شريحة أكثر حرجا للمرض. نفس الوقت السياسات الاحترازية اللي تبعتها دولة مقارنة بالأخرى ومتى تبعتها هذه الدولة من تباعد جسدي وإلى آخره، فكل ده بيأثر إيجابا أو سلبا على انتشار المرض وكبح جناحه. ولكن ما زلنا في مرحلة مبكرة للغاية، النهاردة 100-120 يوم منذ بدء الفيروس. إن احنا يعني إذا أردنا أن نطرح السؤال بصورة أخرى دكتور أشرف، إنه هل الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية هو نفس السلالة الموجودة حاليا في أوروبا والولايات المتحدة؟ أغلب الظن لا، أغلب الظن لا،
ولكن ربط سلالة ما بأعراض كلينيكية معينة أكثر أو أقل ما زال من المبكر. يعني لماذا تقول أغلب الظن لا بناء على خلفيتك العلمية؟ لا يعني هو في بعض المعامل الموثوق فيها على مستوى العالم، معامل البحثية عملت جيناتيك سيكونسينج واستقصاء للتتابع الجيني لسلالة الفيروس، وأثبتت أن في طفرات حدثت منذ ظهور الفيروس لأول مرة في ديسمبر الماضي حتى الآن، وطبقا لآخر بحث قريته أنه دول ثلاث طفرات مش طفرة واحدة. ولكن أنا اعتراضي على ربط هذه الطفرات بأعراض إكلينيكية معينة واحدة دون الأخرى. يعني ما تريد أن تقوله دكتور أن هنالك طفرات موجودة في الفيروس، وهذا أمر وارد طبيعي، ولكن هذه الطفرات لا تؤثر على عدد الإصابات أو عدد الوفيات. لا أستطيع أن أجزم أنها لا تؤثر، ولكن أن احنا نتأكد من أنها تؤثر لن يحدث الآن، ولكن ده بيحصل ما يطلق عليه بأثر رجعي. It's a retrospective study. ده شغل ممكن نعمله بشكل يعني على مستوى العالم. طيب. يمكن بعد شهور من الآن، إنما النهاردة أنت لست في وضع أن أنت تعمل دراسات بأثر رجعي retrospective studies. أنت النهاردة كل شغلك أنك بتحاول تطفي الحرائق. طيب، يعني كلام مهم، ويضاف إلى ذلك يعني مسألة الأجسام المضادة دكتور درار، وأن الذين تعافوا من الفيروس لا توجد إلى الآن أدلة علمية أنهم محصنين. يا سيدي، بس أنا بدي أعلق تعليق بسيط قبل ما أرجع لسؤالك الجميل. يعني هاي الدراسة، هيها شوف يا أخي، هاي الدراسة تعطيك شجرة هذا الفيروس. شوف هذه الدراسة، آخر دراسة University of Cambridge أعطتك شجرة، فقالت لك هي بالضبط إنه هو خرج من ووهان ثم تحور لبي وصار لسي، وعملوا الجينيتيك سيكونسينج اللي تفضل فيها الزميل. ولذلك نعم، إحنا عندنا سلالات، وسلالات كلها متشابهة، لا نخشى أن تكون أكثر شراسة وأقل شراسة لأنه ما عندنا إثباتات علمية. بالنسبة لسؤالك الجميل، نعم نفس الشيء. أنا بتذكر قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع نفس الشيء طلع بالإعلام أنه في بساوث كوريا 100 شخص أعاد إصابتهم وهكذا، وأنا طلعت على القنوات وتكلمت، وطلع الإثبات قبل 2 3 أيام من ساوث كوريا بأنه ما في شيء اسمه إنه ناس تتعرض لفيروس سارس كوفي 2 وتنتج أجسام مضادة ثم يعاد بعد 2 3 أسابيع تصير لها ري انفكشن. المشكلة في قراءة الأخبار وقراءة الدراسات. في فرق يا سيدي بين ما يسمى ري انفكشن، يعني إعادة. الصحة العالمية قالت ذلك، أنه لا توجد إلى الآن دلائل على أن الذين تعافوا محصنين. لا يا سيدي، ساوث كوريا قبل 3 أيام أثبتت بأن كلامها اللي كان أنه لا يوجد خطأ، وقالوا بأن 100 شخص اللي هم حكوا أنه صاروا ري انفكتد ظهر أنهم فولس بوزيتيف، يعني لما خرجوا من المستشفى وعملوهم البي سي آر فحص اللي هو النيزو فرنجيل، طلع أنه البي سي آر قد التقط جزيئات. كلام مفيد. نقطة أخيرة أرجوكم باختصار، وهل هذا دليل على أن الذين تعافوا محصنين؟ طبعا يا سيدي، بلا ادنى شك. اللي احنا كخبرتنا واللي الفيروسات اللي قبل، الجسم يا سيدي والمناعه قادره على انتاج نيوترلايزنج انتي بوديز، وبالتاكيد هذا سيكون خبر جيد للغايه. دكتور درار حسن بلعاوي، استاذ العلاج الدوائي. يا شكرا جزيلا، الزمن انتهى. شكرا على الكلام المفيد ايضا للدكتور اشرف الفقي استشاري الابحاث الاكلينيكيه، شكرا لكم.